اب میں جناب قاری حنزلہ راشدی صاحب دعوت دواں گا کچھ تیج تے آ کے تلاوت قرآن مجید ارشاد فرمان قاری حنزلہ راشدی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء قالوا يا أبانا إنا ذهبنا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب بدم كذب قال بل سولت لكم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما
الذبال خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج وخلق الجان من مارج من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم ما شاء الله یہ سب حافظ حنزلہ راشدی صاحب حافظ اللہ تعالی بڑے ہی پیارے انداز سے تلاوت قرآن پاک ارشاد فرمایا